اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اروح مع حضراتكم لقضيه مهمه، قضيه مهمه جدا، وهي تاجيل مباريات الناشئين والبراعم الى الاول من ابريل. في جواب راح للمناطق كلها من الاتحاد المصري لكره القدم، والجواب ده اتبعت من المناطق لجميع الانديه بعد ما كانت الدوريات كلها في البراعم والناشئين والجمهوريه كلها منتظمه بشكل رائع. مره واحده المباريات كلها توقفت، بيقولوا تاجيل المباريات لاول ابريل. طيب معناه ايه اول ابريل؟ يعني معناه كده ان مفيش خلاص مسابقات، مسابقات انتهت عند 1 ابريل. النهارده من الصعب لما يكون رمضان في نص ابريل، والنهارده هرجع استكمل المباريات مره اخرى في اول ابريل. طب هلعب الماتشات امتى؟ هل في مباريات للناشئين في رمضان اتلعبت قبل كده؟ مفيش. فهو كده بيجملوا الصوره ان احنا بنقول بنلغي المسابقات بس بندرج القرار مره واحده. يعني هو ما كانش فيه داعي ان احنا اصلا نلغي مسابقات الناشئين، خاصة ان احنا شفنا يعني مصر نظمت كأس العالم لكرة اليد بشكل رائع. خلاص الناس تكيفت على وضع كورونا، خلاص بقى في اجراءات احترازية في جميع الأندية وفي جميع المسابقات، وبدأت الناس تتماشى مع الوضع الموجود. فاحنا النهارده قرار التأجيل ده ما يستدعيش. النهاردة بنشوف وزارة التربية والتعليم عودة المدارس مرة أخرى، المدارس رجعت الأسبوع ده والمدارس راجعة الأسبوع اللي جاي. طب إحنا النهاردة ليه بعد ما خدنا خطوات مهمة جدا في لعب الدوري وفي تنظيم البطولة ليه نقف؟ النهاردة هل يعقل إن النهاردة مسابقات الناشئين تتلعب في شهر 12، تتلعب شهر أو شهرين بس وترجع تقف مرة تانية؟ طيب السنة الجاية المسابقات بتتلعب امتى؟ بتتلعب في شهر 11 واحنا في شهر 2، هل من المعقول ان يتم ايقاف المسابقات 8 شهور؟ هل دي كلها اسئلة؟ هل ده كله في صالح الرياضة المصرية؟ هل ده في صالح منتخب مصر 2003 و2006 اللي بيتم تجميعهم دلوقتي الكابتن مؤمن سليمان والكابتن محمود جابر؟ ولا النهاردة ان يكون في دوريات شغالة، في لعيبة شغالة علشان يقدر ينتقي اللاعبين المميزين لمنتخب 2003 و2006؟ طيب هل يعقل النهاردة مواليد 99 وهو آخر سن ليه السنة دي في الناشئين في الأندية النهاردة ألغي المسابقة بتاعته؟ طب الجيل ده هيروح إزاي الأندية السنة الجاية؟ هيتم اختياره إزاي وأنا بوقف له المسابقة وبلغي سنة من حياته في الكورة؟ دي كلها أسئلة وحاجات مهمة جدا. يا ريت قبل أي مسؤول ما يقول قرار التأجيل أو قرار الإلغاء لازم يكون دارس الموضوع بشكل كبير. طيب ده من الناحية الفنية. طيب من الناحية المادية بقى، النهاردة المدربين الموجودين في الأندية وموجودين في الأكاديميات، مدربين البراعم ومدربين الناشئين ومدربين الأندية، هل النهاردة هيتقاضوا أجورهم وفلوسهم خلال الفترة اللي جاية، ولا الأندية النهاردة هتقول لهم النهاردة الدوري وقف خلاص انت مالكش مستحقات عندي؟ بالمناسبة النادي الأهلي مفيش الكلام ده. النادي الأهلي في ظل جائحة كورونا والعالم كله توقف، كان كل عمال النادي الأهلي ومدربين النادي الأهلي في قطاع الناشئين والموظفين والإداريين واللاعبين كلهم بياخدوا مستحقاتهم كاملة، بس أنا بتكلم النهاردة على الأندية الأخرى. فعلشان كده كان لازم بيكون في دراسة قبل إصدار قرار بتأجيل المسابقات إلى الأول من إبريل. نروح نشوف ونسمع التقرير ده مع واحد من مديرين قطاع الناشئين، يعني قطاع الناشئين بإنبي، الكابتن محمد إسماعيل، وله رأي مهم في هذه القضية. والله طبعا انا يعني هي المشكله ان احنا في البدايه اساسا الموضوع ما كانش متاخد، ان انت بدايه كورونا ما جت قال لك الغاء تام عشان حفاظا على الاولاد و وكلنا كنا مع القرار. طبعا الموضوع بقى صعب السنه دي بصراحه، انا مش لاقي ليه معنى كبير قوي بالنسبه لي يعني، لانه وارد يكون في امور انا مش عارفها طبعا، بس بالنسبه لي انا مش شايف ده، لان انت القرار طلع ان انت في تدريبات شغاله، فمعنى ان التدريبات شغاله يعني كل حاجه بتتعمل ما عدا ال 90 دقيقه بتاعت المباراه. ممكن نقول السفر ممكن بس النقطه اللي ممكن تكون تايهه عن البعض برضو ان احنا اوريدي بقى عندنا تعايش مع كورونا. احنا كلنا كل الانديه سواء اهلي انبي زمالك كل انديه مصر حتى مراكز الشباب بقى عندها القدره التعايش مع كورونا. احنا عندنا في النادي هنا لازم يخش بالكمامه يقيس الحراره، الولد الدكتور بيتابع الولد لو عنده كده ما يجيش، فاحنا بقى عندنا نوع من التعايش لان مش هنقدر البلد مش هتقفل. فما ينفعش بعد انا ما اتمرنت وبقى عندي وعي كافي ان انا اتعامل مع كورونا تقول لي الغاء. لو انت طلعت القرار وقلت لي ايقاف النشاط
هرفع لك القبعه وانت حر عشان شايف ان في خطوره على البلد، انما انت كل حاجه شغاله الا المسابقه. فوجئنا بحاجه تانية، ان في جواب طالع من وزاره الشباب والرياضه ان في مسابقات ممكن تستكمل اللي هي عشان الحافز الجماعي للطلاب، ودي حاجه كويسه الوزاره فكرت فيها بصراحه، شابوه يعني، لان مصلحه الاولاد. بس طب احنا هنعمل المسابقات اللي هي بس للطلاب بس؟ طب بقيه المسابقات ما يعني؟ فانا بصراحه مش عارف القرار اتاخد ليه وعشان ايه. هل لمصلحه الكوره؟ طب احنا عندنا دلوقتي منتخبين، عندنا 2003 و2006، ودينا شفنا الكارثه بتاعت المنتخب 2001 يعني بدلك، بس في النهايه شكلنا كان وحش. طب انت دلوقتي انت كده الكوره المصريه شكلها، والولد لو انت مش حاطط له دافع ومش حاطط له حافز، انت بتربي لعيب كوره، انت عايز تعلمه يبقى ليه هدف. انا دلوقتي همرنه هدفه ايه؟ صدقني والله 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 زي ما حضرتك كده بتقول ان انا بنافس على البطوله، بس احنا هنا في النادي طول الوقت متعودين احنا المكسب الحقيقي عندي كام لعيب في منتخب مصر. طب مع احترامي للكابتن محمود جابر والكابتن مؤمن سليمان، الناس دي هتختار ازاي؟ يعني هتختار ازاي؟ يعني هو ينفع يختار من ده لسه منتخب بيعده قدامه سنتين واللي قدامه ثلاثه، فانت لازم يبقى عندك بطوله وبطوله قويه عشان الراجل يتابع عشان تقدر تطلع لعيب. فاحنا هنا انا بحفزه اقول له لازم تبقى في المنتخب، لو طلعت المنتخب هديك كذا، لو عملت كذا. طب ده مش هيحصل. طب حتى المسابقه سيبك من اللعيبه المميزه، حتى المسابقه اللعيب اللي انت شايف ان هو لعيب كويس بس عايز يتطور، هطوره ازاي؟ يعني انا هرجع تاني اقول لو انت خدت القرار بايقاف النشاط عشان البلد في كورونا، اوكي كلنا مع اي قرار تاخده، انما انت بتوقف المسابقه. هنقول ان القرار اتاخد عشان مرتبات والكلام اللي بيتقال برضو حاجه تحترم، بس خلاص احنا بقينا عندنا نوع من انواع التعايش مع كورونا. اي مجلس اداره هيبص على طول الناحيه الماديه عنده، وخاصه ان الناحيه الماديه للعالم كله بقى فيها تاثير، بقى فيها تأثير، شيء طبيعي بيأثر على الأجهزة دي كلها، والعدد مش قليل، صدقوني يا جماعة العدد مش قليل، والكرة دلوقتي ما بقتش مجرد نشاط زي زمان، الكرة بقت صناعة، بقت شغلانة مهمة، بقى الموضوع ما بقاش بسيط، أنت لو حسبت كام مليون في مجال ده أنا بقول الكرة، مجال الرياضة، لا ده أعداد كبيرة جدا يا جماعة، بقى حاجة مهمة. فالحمد لله بالنسبة للسنة دي أنا شايف إن الحمد لله رب العالمين الموسم كويس جدا جدا لإنبي في كل الاتجاهات، سواء منتخبات الهدف الأساسي بتاعنا، سواء حتى منافسة على البطولات، إحنا الحمد لله بننافس على كل البطولات، سواء حتى في تصعيد الفريق الأول. فالحمد لله السنة دي أنا شايفه موسم ناجح جدا، عشان كده كان هممني قوي إن هو يستكمل وبالشكل اللي هو اللذيذ الحلو اللي كان بادي بيه الموسم ده.